كما اكتفى المنتخب الوطني للتايكواندو بميدالية برونزية واحدة في منافسة البطولة الإفريقية للشباب التي تجرى فعالياتها بالقاعة المتعددة الرياضات بالأبيار بالعاصمة. الميدالية أحرزتها المصارعة ديلا، في حين سيطر على المنافسة المنتخبان التونسي والمغربي وكذا منتخب إثيوبيا، وشهد تنظيما محكما ومستوى رفيعا بشهادة الوفود المشاركة. وليد معمري ثانية. وكانت منافسة قوية، يعني اللاعبين اللي كانوا مستوى عالي كما نقولوا، يعني المصريين كان فيه لاعبين اللي كاين لاعبين اللي تحصلوا على النتائج في لي جوز اولمبيك تاع الشباب. كاين واحد عنده ميدالية ذهبية، يعني شرفنا بالمشاركة تاعو. 30 دولة مشاركة، 170 مصارع منها 100 ذكور و70 إناث، في خمسة أوزان للإناث وخمسة أوزان للذكور. Nous on est là pour vraiment aider l'Afrique surtout sur l'organisation, sur le côté technique, les installations de matériel et tout ce qui est protocole aussi avec les athlètes, tout ce qui est l'installation de matériel et tout ça. Et c'est la première fois qu'on utilise aussi les nouvelles générations Gantt 2 en Algérie. Je pense que c'est l'un des premiers pays en Afrique à avoir cet équipement de haute génération. والله أهل الجزائر يعني مش عايز أقول يعني أشعار، لكن هم فعلا ناس طيبين جدا، استقبلونا بكل حب وتقدير، بيخدمونا في أي وقت صراحة. يعني لو حبينا نكلم حد من الناس المسؤولين من الساعة 2 بالليل 3 بالليل بيردوا علينا. اليوم الأول المنافسة داز في أجواء جد ممتازة، حقنا نتائج جيدة، حصلنا على ميدالية ذهبية وفضية وميداليتين نحاسيتين، والمنافسة كانت شوية قوية والحمد لله تمكنا باش نفرضوا راسنا في اليوم. كيفاش عليكم أن بطولة إفريقيا الفرق الإفريقية والبلدان الإفريقية متقدمة؟ لما نتكلم عن تونس، نتكلم عن المغرب، نتكلم عن مصر، نتكلم عن كوت ديفوار، عن مالي، عن لديهم أبطال عالميين وأبطال أولمبيين. يمكن من نتنبأ إن شاء الله في المستقبل خير الفريق الوطني الجزائري.